أهلا وسهلا بكل حضراتكم متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، وموعدنا المتجدد يوميا مع حضراتكم وتغطياتنا المستمرة على مدار اليوم. موضوع هذه التغطية هو حكم مهم جدا الحقيقة، حكم بيعد تاريخي وبيعد سابقة تاريخية من نوعها، الحكم بشأن جريمة ختان الإناث. تفاصيل هذا الحكم هي أنه محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار محمود خليل، عاقبت أب وممرض غيابيا. الأب عاقبته المحكمة بالسجن لمدة 3 سنوات مع الشغل، وعاقبت الممرض بالسجن المشدد 10 سنوات، وهذا لقيامهما بختان المجني عليها ابنة المتهم الأول وبمخالفتهم للقانون، وأنهم تسببا في إحداث عاهة مستديمة لها. طبعا زي ما قلت لحضراتكم أن هذا الحكم بيعتبر فعلا سابقة وحكم تاريخي، وهو أن يصدر حكم بالسجن ضد فرد في الأسرة وهو الأب لارتكابه جريمة الختان في حق ابنته. المحكمة أشارت إلى أن الواقعة المطروحة تم ارتكابها قبل تغليظ العقوبة بالتعديل الأخير الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وهذا التعديل غلظ عقوبة الختان واعتبرها جناية. خليني أقول لحضراتكم نص التعديل: بيعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام، أو ألحق إصابتها بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، ما إذا أفضى الفعل للموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات. أما إذا أفضى الفعل للموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة. وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبيها من الأطباء ومزاولي مهنة التمريض من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، وتبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع وممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها سواء كانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلي عالما بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإلكترونية التي يعني قيلت في الحكم على نفقة المحكوم عليه. أيضا من بين التعديلات ما جاء بالمادة رقم 242 مقرر ألف، ويعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة رقم 242 مكرر من هذا القانون، كما يعاقب بالسجن كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أي أثر. المحكمة أيضا أشارت في حيثياتها إلى أن هذا الحكم هو جرس إنذار لكل أب أو ولي أمر ولكل من ينتسب زورا لمزاولة مهنة التمريض ويسيء إليها بأن تغلظ عقوبة الختان بالقانون الأخير واعتبارها جناية في حق كل من أجرى جريمة الختان وتنظر أمام محاكم الجنايات.
يعني خليني أقول لحضراتكم بكل وضوح إن مدة حق الإبلاغ عن جرائم الختان وكمان أيضا تعاقب مرتكبيها يعني من 3 سنوات كجنحة ل10 سنوات كجناية، وهذا وفقا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، مما قد يعطي الفرصة للمجني عليهن من الفتيات للإبلاغ بأنفسهن بعد وقوع الجريمة وإدراك الواقع المأسوف عندما يصبحن أكثر وعيا بما مررن به من ألم وقسوة وانتهاك لحرمة الجسد المصونة شرعا وقانونا. أخيرا خليني أوضح لحضراتكم أن المحكمة بتوجه بكده رسالة هامة جدا لطرفين، طرف الأول هو الأسرة، أنها يعني تأخذ العبرة من مثل هذا الحكم الهام، لأن أي أب أو أم يعني بيفكروا حاليا أنهم يرتكبوا هذه الجريمة ضد بنتهم لازم يفهموا أنهم هيكونوا تحت طائلة القانون وهيتعرضوا للأسف للحبس. الطرف الثاني للفتيات، المحكمة قالت لكل بنت إنها من حقها التبليغ عن أي انتهاك لجسدها حتى وإن كانت طفلة، وأن المحكمة بتحقق الرادع العام، وعلى كل ولي أمر التفكير قبل الإقدام على هذه الخطوة حتى لا يكون مصيره المحتوم محكمة الجنايات. نهاية التغطية، بشكر لحضراتكم طيب المتابعة وانتظرونا في تغطيات أخرى على مدار اليوم. إلى اللقاء.